يعني حضرتك تقول لنا البداية أصلاً جت منين؟ البداية كانت من سماعي لإذاعة القرآن الكريم. زي أي بيت مصري كان دايما إذاعة القرآن الكريم بتبقى شغالة، فأنا كنت متأثرة جدا بأصوات الشيوخ، كنت بقلدهم، كنت دايما آيات القرآن اللي كنت بسمعها في البروموهات الإنشاد الذكر كنت دايما بسمع، فتعلقت. والدتي رحمة الله عليها لاحظت ده، وبعدين بقى دخلت الفرق من هنا لهنا لحد ما لقيت إن أنا لأ متمسكة جدا بموضوع الإبتهال والتواشيح والإنشاد. أكتر حد أثر فيكي وبتحبي تسمعي له وبالنسبة لك هو معلم وأستاذ؟ يعني لا كتير، انا تاثرت باكتر من مدرسه، زي مدرسه الشيخ محمد عمران، مدرسه الشيخ علي محمود، مدرسه الشيخ النقشبندي، الشيخ نصر الدين طوبار، الشيخ محمد الفيومي، كل واحد وليه طريقه وكل واحد انا اتعلمت يعني منهم. تنوع مختلف في طبعاً. النهايه بقى معنى الموهبه اللي هتسمعها بقى. نسمع مع حضرتك. طيب حابين نسمعوا ابتهال؟ اللي حضرتك هتختاري. تركت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه في كشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا 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 خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب، فلا تردنها يا ربي خائبة، فبحر جودك يسع كل من يريده.